كل يوم على الصباح انا نقول صباح الخير وهم يجاوبوني علي راسك باش تدخل تقرا تيني نخرج من صبحيه ربي باش نهز القفه لمولاباتي يقولوا ما تدخلي كان ما تنحيش ولا السادس عشر من ماي 2016 هيئة الحقيقة والكرامة تتلقى ملفا جماعيا باسم نساء ضحايا المنشور 108 هو المنشور الشهير من جملة مناشير تم بمقتضاها مصادرة حرية لباس مئات الآلاف من التونسيات وتبين الإحصائيات بأن المؤسسات التعليمية كانت أكثر المؤسسات التي تم فيها التضييق على حرية اللباس تليها وزارة الداخلية بكل هياكلها ثم مؤسسات الصحة العمومية رغم أن تونس صادقت على عدد من المعاهدات الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فقد عمد نظام الاستبداد إلى إصدار ترسنة من المناشير التي تنتهك حرية اللباس فانجرت عن هذا الانتهاك عدة انتهاكات أخرى مثل المنع من الارتزاق وانتهاك الحق في التعليم والحق في التنقل ليتطور الامر الى الايقاف والهرسله والمضايقات الامنيه وثبت لدى الهيئه ان المنشور الاول هو المنشور عدد 22 الذي اصدره الوزير الاول محمد لمزالي في 17 من سبتمبر 1981 حيث وجهه للوزراء بخصوص مظهر الاعوان بالادارات والمؤسسات العموميه ونبه المنشور مما اعتبره خروجا عن تقاليد الهندام المتعارف لدى العموم وفي البروز بلحاف يكتسي سبعه الزي الطائفي المنافي لروح العصر وسنه التطور السليم وهدد بعقوبه الايقاف عن العمل والاحاله الى مجلس التاديب في حال عدم الالتزام وفي الإطار ذاته أصدر وزير التربية القومية محمد فرج الشادلي المنشور من 108 بعد يوم واحد من إصدار المنشور السابق حيث وجه من خلالها تعليمات إلى جميع مديري المعاهد إلى الحرص بما ينبغي من الجد والحزم ضد ظاهرة الحجاب وورد في المنشور بأن هذا الزي الذي أدى لنفسه الاحتشام بأنه يرمز لا محالة إلى ضرب من الشذوذ والانتساب إلى مظهر متطرف هدام وأمر الوزير حينها بتوزيع هذا المنشور على كل التلميذات وأوليائهن في كامل تراب الجمهور مصحوبا بصوره توضيحيه تعتبر الفستان الطويل والميدع الفضفاضه غير مسموح بها، وقد لحق هذا المنشور عده مناشير اخرى، المنشور عدد 102 لسنه 1986 الخاص بمظهر المدرسين والاعوان الاداريين والتلاميذ الصادر عن وزير التربيه القوميه عمر الشادلي، وبتاريخ 23 اكتوبر 1986 اصدر وزير الداخليه زين العابدين بن علي المنشور عدد 81، ثم صدر المنشور عدد 76 لسنه 1987. 80 عن وزير التربية القومية عمر الشادلي وفي 20 جويليا 2001 المنشور 35 واحد الصادر عن وزير التربية والتعليم منصر الرويسي إضافة إلى المنشور عدد 35 الصادر في 2001 والمنشورين عدد 70 وعدد 80 لسنه 2002 الصادره عن وزير التعليم العالي صادق شعبان ولاحقا المنشور عدد 98 المؤرخ في 22 اكتوبر 2003 الصادر عن وزير الصحه حبيب مبارك ان انتهاك حق اللباس في تونس كان ممنهجا ذلك ان منع ارتداء الحجاب تم عن طريق جمله من الاجراءات والاليات الاداريه فاعتبر ارتداؤه اخلالا بواجب التحفظ المفروض على الموظف وخطا فاتحاً يستوجب الطرد. وذلك اضافه للاجراءات الامنيه التي كانت وسيله النظام لانتهاك جمله من الحقوق الاخرى المتمثله اساسا في الحق في التعليم والحق في الشغل والحق في التنقل فقد اعتبر المسؤولون في اجهزه الدوله بان الخمار ذو رمزية ومفهوم سياسي، فتم إعداد الخطط لمنعه وللتصدي للنساء اللواتي يرتدينه، ففي خطة عمل للتجمع المنحل لمواجهة اللباس الطائفي، كانت الدعوة دائما للتنبيه على المتحجبات ضمن محاضر الالتزام، مع تطبيق المناشير المشار إليها بكل حزم. لقد شن النظام حملات ضد المحجبات التي لم تكن بالضرورة ناشطات سياسيا. بل كن تلميذات وطالبات وموظفات في الاداره وعاملات وربات بيوت، حيث تعرضنا للهرسله والاهانه في الطريق العام، حيث كان يتم الاعتداء عليهن ونزع الحجاب بالقوه ثم الجر الى مراكز الشرطه لامضاء الالتزام بخلعه. كما تم منع المحجبات من دخول الادارات والمؤسسات العموميه وانتهاك حقهن في التعليم. فكان نتاج هذه المناشير التعرض للمراقبه الامنيه والحرمان من الفضاء العام حتى وصول الامر للحرمان من الارتزاق، ولم تفلت حتى الناشطات في حزب التجمع المنحل من الوشايه على غرار ما ورد في تقرير عثرت عليه الهيئه في الارشيفات التي نفذت اليها، عنوانه المحاميات المرتديات للزي الطائفي المنخرطات بمنتديات المحامين التجمعيين، لقد مس هذا الانتهاك المدن الكبرى خاصه تونس العاصمه اكثر من المدن الصغرى والقرى والارياف وانتشر في مناطق الشمال اكثر من الجنوب وربما يعود ذلك الى عاده انتشار استعمال غطاء الراس لدى النساء حاول المجتمع التونسي مقاومه هذا الانتهاك على الحريات الفرديه من خلال قيامه ببعض التحركات من ذلك المسيره التي جالت شوارع بنزرت يوم 5 اكتوبر 1981 اي ايام قليله بعد صدور اولى المناشير المانعه للحجاب كما تصدرت جمعيات حقوقيه لهذه المناشير وسندت ضحاياه باعتبارها تدخلا سافرا في مجال الحريات الفرديه وقد رافق الحقوقيون النساء في المعركه القضائيه امام المحاكم لقد كان رفع قضية أمام المحكمة الإدارية نوعاً من مقاومة هذا الإجراء التعسفي المنتهك لحرية المرأة في لباسها، غير أنه رغم السمعة الإيجابية للمحكمة الإدارية في مواجهة الاستبداد، فإنها لم تقضي بعدم دستورية المناشير، وذلك في المناسبة الوحيدة التي تم الطعن في دستوريتها. لقد اعتبرت في البدايه الدائره الابتدائيه الخامسه بالمحكمه برئاسه ساميه البكري بتاريخ 9 ديسمبر 2006 ان هذه المناشير تتدخل في الحريات الفرديه التي يكفلها الدستور، واستعرضت النصوص القانونيه الاعلى منها درجه والتي لا تتضمن قواعد او تحديدا للهندام ولا تعرف مفهوم التطرف الذي يمكن ان يعكسه اللباس، ولكن الدائره الاستئنافيه الخامسه بالمحكمه الاداريه برئاسه احمد سواب تراجعت في الثامن والعشرون من جانفي 2011 عن هذا التمشي واعتبرت أن هذه المناشير خاصة المنشور عدد 108 وعدد 102 شرعيين وأن منعهما لللباس الطائفي يدخل ضمن واجب التحفظ المحمول على الموظف كما قضت المحكمة في القضية الوحيدة التي تم فيها الطعن مباشرة في المنشور عدد 102 لسنة 1986 برفض الدعوة ذلك بتاريخ 24 جانفي 2008 استنادا الى ان ما جاء من تعليمات بالمنشور يدخل في اطار واجب التحفظ وخصوصيه الوظيفه المناطه بعودة الأعوان المدرسين وما يستوجبه تحقيق أهداف النظام التربوي والتعليمي لقد عكس انتهاك حرية اللباس مدى تعسف نظام الاستبداد ومصادرته لأبسط الحريات غير أنه في المقابل مثل تشبث المرأة التونسية بحقها في ارتداء الحجاب وعدم انصياعها للمناشير والأوامر الظالمة رغم كل الممارسات القمعية والمضايقات نوعا من الصمود والمقاومة هيئة الحقيقة والكرامة لينا لأولادنا Ули блэдна